أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يجعل خطبة الجمعة عبارة عن درس فقهي، فيدخل في تفصيلات فقهية وخلافات العلماء فيطيل الخطبة. السؤال: هل هذا الأمر سائغ أم لا؟ وبماذا توجهون؟ لا، هذا يخرج الخطبة عن طابعها الصحيح. الخطبة لا مانع أنه ينبه على بعض الأحكام الفقهية التي يحتاجها الناس، أما أنه يرتب الخطبة لدرس فقهي كل جمعة لما يخلص الفقه من أوله إلى آخره، هذا خلاف السنة، وهذا ما يستفيد منه أكثر الحاضرين، أكثرهم عوام ما يستفيدون من هذا الشيء، لكن ينبه على مسألة الناس واقعين فيها لا بأس. نعم، تكملة للجواب أيضا ذكر الخلاف، ذكر الخلاف في الخطبة أو هذا ما ينبغي على العوام وعلى الحاضرين، لأنهم ما يفهمون الخلاف ويفهمون الأشياء ويتحيرون، فتبين المسألة بدون ذكر الخلاف فيها، تبين المسألة بدليلها بدون ذكر الخلاف فيها. الخلاف إنما يذكر للمتعلمين لطلبة العلم في الدرس، أما أنه يذكر للعوام في خطبة الجمعة ويعلن على الناس، هذا يشوش على الناس. نعم.